زي ما تابعنا مع حضراتكم الفيلم الوثائقي حلم النور اللي رصد حالة الظلام اللي عشناها قبل 30 يونيو في 2013، ويمكن كمان خلال 10 سنين أصبحت مصر منورة. وده طب بكل تأكيد ما حصلش بشكل عشوائي، ده حصل بشكل منظم ومرتب ومخطط من خلال خطط وطنية واستراتيجية وطنية تم وضعها للنهوض بقطاع الكهرباء عشان ما نعيش وما نستمرش في هذه الانقطاعات اللي يمكن عدت علينا في وقت كان صعب جدا. بشكرك طبعا يا مصطفى على هذا الفيلم الوثائقي، بشكرك على تسلسل حتى الأحداث وتوثيق ما كان يحدث في هذا الوقت تحديدا، يمكن كمان الشهادات اللي استعرضتها من خلال حتى العاملين في قطاعات مختلفة إزاي كانوا بيتعاملوا مع هذه الانقطاعات الكهربائية، وقد إيه كان الوقت ده فعلا كان صعب جدا. وإحنا بنتكلم زي ما كان في الفيلم انقطاعات كهربائية من 8 ساعات ل 12 ساعة، ده الوقت اللي الناس تبقى صاحيه فيه اصلا ومفروض تشتغل، ومفروض انها تبقى في الفتره الانتاجيه بتاعتها خلال اليوم، واللي زي ما كنت بتتكلم ان كانت حضانات او عنايه مركزه، ده حتى ما ينفعش باي شكل من الاشكال انه حتى الكهرباء تقطع لو ثواني، زي ما تابعنا حتى خلال الفيلم انه حتى القنوات الفضائيه كان بيحصل انقطاع ايضا للبث، مشاكل كتير جدا جدا جدا. حكم بقى كل هذه المشاكل ازاي قدرنا نخرج منه انت طبعا استعرضته، ولكن احنا محتاجين كمان نتكلم مع اصحاب الخبره. معانا دلوقتي على التليفون دكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء والطاقه عشان يكلمنا ازاي قدرنا نوصل لهذه المرحله، مش بس عندنا اكتفاء ذاتي او مش بس قدرنا نوصل لهذا الحجم من توفير الطاقه تحديدا الكهرباء، لكن ازاي كمان حصل فكره الربط الكهربي مع دول شقيقه اخرى، ازاي قدرنا نوفر كل ده. نرحب بحضرتك يا فندم واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. اهلا بحضراتكم يا فندم، وتحياتي ليكم وتحياتي للفيلم الوثائقي اللي حضرتك قدمتوه، وكل سنه وحضراتكم طيبين، لان دوت تسجيل لنقطه تحول كبيره جدا في مصر من الظلام لتقدم ومكانه تليق بمصر. صحيح دكتور ايمن، حضرتك يمكن شفت الفيلم وشفت شهادات حتى السفراء، يعني معانا السفير الاردن هو قال يعني معجزه بكل التفاصيل، يعني احنا مش هنتكلم عن نفسنا، احنا بنجيب شهادات الغير، احنا كان عندنا عجز بيوصل ل 12 ساعة و 18 ساعة وبيأثر على المستشفيات، احنا ما قدرناش بس نوفر الطاقة، لا احنا قدرنا نصدرها كمان. الرحلة دي يعني أكيد فيها أسرار، فيها كواليس، فيها تفاصيل ما اتقالتش في الفيلم، أحب أسمعها من حضرتك يا دكتور. هو طبعا بداية فعلا بالتأكيد هو دايما أي تطوير لازم ليه تخطيط كويس جدا، وفي نفس الوقت إلمام بالواقع اللي الإنسان بيبقى فيه، وبعد كده بيبقى فيه إرادة، وده اللي كان فعلا هو ده من وسائل النجاح الأساسية. أول حاجة إيمان سيادة الرئيس وتأكيده على أهمية هذا القطاع الحيوي، وإن هو أمن قومي، توفيره ده أمن قومي طبعا، ودائما وأبدا كان بيؤكد على إن يكون في تخطيط سليم علمي علشان نقدر ان احنا ناخد الطفره الكبيره دي. مش كده وبس، الدعم الكبير اللي خده قطاع الكهرباء من اهتمامات الرئيس ده خلى ان يبقى فيه تضافر جهود كبير جدا، يعني النجاحات دي مش نجاح لوزاره الكهرباء فقط، ده وزاره الكهرباء، وزاره البترول، القوات المسلحه، التعاون الدولي، البنك المركزي، حقيقه يعني خليه نحله، خليه عمل، يعني كان كل العناصر دي بتخدم على قطاع الطاقه. مظبوط. عايز اقول لحضرتك يمكن لما نبص، احنا طبعا عشنا الواقع المظلم ده، وكان اكثر الناس تفاؤلا لا يتوقع ان ممكن يحصل تغيير فيه الا بعد عشرات وعشرات وعشرات من السنوات. عشان كده لما بنقول ان كان في عجز كان بيصل الى حوالي 6000 ميجا وات، عشان يبان ال 6000 ميجا وات كان اقصى اتاحيه لينا ان احنا ننتجها حوالي 24000 ميجا. معنى كده ان في حوالي 6000 احنا مش قادرين نوفرها، تقريبا حوالي 20% او اكثر من 20%. كمان في نفس الوقت خطوط نقل الكهرباء اللي هي بتغذي الصعيد والمحافظات الباقيه كانت متهالكه وكانت عددها قليل.
لما نيجي ننقل بقى ان في الفتره البسيطه ديت ان احنا نقدر ندخل او نصل الى حوالي تقريبا اضافه 30,000 ميجا وات، يعني اكثر من اللي كان موجود قبل كده. كمان في نفس الوقت ان احنا ده على مستوى الانتاج، على مستوى شبكات نقل الكهرباء ضعفنا خطوط الهوائيه لجهد 500 كيلو فولت. على سبيل المثال احنا كان عندنا حوالي 3,000 كيلو متر فقط، يعني اصبح عندنا دلوقتي اكثر من 7,600 كيلو متر. عشان كده بقى في استقرار في محافظات الصعيد في الدلتا. كمان في نفس الوقت على مستوى الساعات او قدرات المحطات المحولات العملاقه عشان تقدر تلبي الاحتياجات تقريبا ضعفناها تقريبا حوالي 350%. كان عندنا 10 محطات فقط، اصبح عندنا 31 محطه. ده بخلاف بقى شبكات توزيع الكهرباء اللي حصل فيها برضه طفره كبيره. عايز اقول لحضراتكم ان يعني على مدار السنوات القليله الماضيه فقط تم استثمار او انفاق اكثر من 36 مليار جنيه علشان تطوير شبكات التوزيع. كمان مبادره حياه كريمه اللي بتؤكد دائما وابدا على ان نقل البنيه التحتيه نقل نوعيه ضخمه جدا. ده خلى ان يبقى فيه رؤى سياسيه واضحه ومعتمده زي ما قلنا على تخطيط سليم. بقى فيه ان مصر تكون مركز اقليمي لتبادل الطاقه. وكمان في نفس الوقت تبقى مصر مركز مهم جدا للطاقه الخضراء والطاقه المتجدده. التنفيذ المخططات دي والرؤى مش بالسهل. دول كتير جدا احنا بنشوفها دلوقتي عندها تحديات كبيره جدا في الطاقه. ودول كبيره. احنا الحمد لله ما عندناش الحمد لله. طيب يا فندم، يعني حضرتك تحدثت عن نقاط عجز او تحديات كانت موجوده كتير جدا عشان نقدر نوصل لهذا الاكتفاء وكمان الفائض وان احنا نقدر نكون مركز اقليمي للطاقه. واحنا بنتكلم على كان عندنا ايه المشكله وبعد كده حليناها ازاي، الناس ممكن تتخيل ان ده حصل بسهوله، لكن هو اكيد ما حصلش بسهوله، اكيد كان في تحديات حتى عشان نقدر ان احنا عرفت المشكله، حللنا ايه المشكله وحلينا المشكله. ما بين بقى النقطتين دول اكيد كان في تحديات كتير. اول حاجه كان طبعا التحديات الماليه. من ضمن الحاجات اللي موجوده تحديات ماليه كبيره ضخمه جدا. كمان في نفس الوقت يمكن ثقه المستثمر او ثقه الثقه في الواقع المصري ما كانتش احسن حاجه. وكان هنا وموجه تحيه لمحطات شركه سيمنز الالمانيه ان هي وثقت في التخطيط السليم لسياده الرئيس. وكمان في نفس الوقت اجتماعات، عايز اقول لحضرتك اجتماعات شبه اسبوعيه ويوميه كانت مع سياده الرئيس علشان مدى تنفيذ هذا المخطط علشان نصل الى ان احنا ندخل تقريبا 14,400 ميجا وات تعاون مع شركه سينكس في ثلاث محطات عملاقه سنتين ونص، في حين ان المحطه الواحده بتخش في حوالي من 5 ل 6 سنوات. لما يبقى في ثلاث محطات تخش في سنتين ونص ده ما جاش من السهل، لا ده جاء بالعمل والمجهود والايمان القوي ان احنا نقدر فعلا نحقق الاعجاز زي ما حضرتك اشرتوا. كمان في نفس الوقت التعاون مع كبرى وكالات التمويل وكبرى الشركات والخبرات الكبيره جدا. ما ننساش في حاجه مهمه جدا وهو الشركات المصريه اللي دخلت كشراكه مع الشركات سيمنز والخبرات الاجنبيه. صحيح. كان عندها من القدره على فعلا اكتساب هذه الخبرات واصبحت دلوقتي بقت محط انظار العالم كله في الاستفاده من هذه الخبرات. صحيح. قصه الطاقه المتجدده ان الاوروبيين دايما بيشترطوا ان هم لو هيستوردوا طاقة أو هتضخ طاقة كهربائية أو أي طاقة يعني لديهم لابد أن تكون طاقة خضراء، طاقة نظيفة للبيئة. كلمنا عن قصة الربط الكهربائي يا دكتور، بنسمع كتير عن شبكة ربط كهربائي ستقام لقبرص واليونان، شبكات للمحور الشامي الجديد، للسعودية، للأفريقيا، إحنا بنصدر إيه ووصلنا لإيه
ويعني عارف ان في خطط كتير جدا ما طبق منها وما ستطبق لغايه 2025. اول حاجه احنا طبعا ما كانش ممكن نقدر ان احنا ندعم خطوط الربط ديت الا لما تكون عندنا شبكه قويه وعندنا انتاج يلبي الاحتياجات الداخليه ويقدر ان احنا نصدره. من هنا كان في خطوط ربط فعلا كانت موجوده بالفعل دلوقتي حاليا، زي خط ربط مع الاردن، خط ربط مع ليبيا، خط ربط مع السودان، والثلاث خطوط في اجراءات وخطوات لزياده القدره الخاصه بهم. كمان في نفس الوقت مشروع بيتم تنفيذه حاليا مع المملكه العربيه السعوديه لتبادل حوالي 3000 ميجا وات، وده يعتبر اكبر خط ربط موجود في المنطقه. كمان في نفس الوقت زي ما حضرتك ده هيكون فين من خلال مدينه ايه، او يعني داخل من خلال ما بين ما الاردن، هيبقى من الاردن للسعوديه؟ لا لا لا، ده على طول مباشره من عبر البحر الاحمر. البحر الاحمر من على طول ما بين مصر وما بين السعوديه مباشره. في طبعا في جزء بيبقى كابل بحري، وفي جزء ثاني عندنا في شبكات ربط، شبكات ربط او الشبكه المصريه والشبكه السعوديه، وده هيبقى نقله مهمه كبيره جدا جدا، لان التبادل 3000 ميجا وات يعني معنى كده ان احنا اوقات الذروه عندنا احنا مختلف عن اوقات الذروه في السعوديه. صحيح، اوقات الذروه في السعوديه الظهر، احنا اوقات الذروه عندنا بعد المغرب. ده هيساعد اول حاجه في ان تدعيم الشبكات، كمان في نفس الوقت تقليل او رفع اقتصاديات السرعه الكهرباء. صحيح، ان بدل الاستثمارات الموجوده. كمان في نفس الوقت عايز اقول لحضراتكم برضو اهتمام الدول الاوروبيه والاتحاد الاوروبي في الربط مع مصر ما جاش برضو من وليد الصدفه او عدم التخطيط. لا، اول حاجه عندنا في مذكرات تفاهم تم توقيعها مع قبرص اليونان، كمان في مذكرات تفاهم تم توقيعها مع احد الشركات العالميه للربط مع الاتحاد الاوروبي او اوروبا من خلال ايطاليا. في عدد من الشركات الكبيره اللي مقدمه لدراسات وعروض علشان اتمام هذا الربط، بحيث ان يبقى ما يبقاش خط واحد، ممكن يبقى اكثر من خط ربط. اولا لان زي ما حضرتك اشرتوا في اهتمام من اوروبا للحصول على الطاقه بصفه عامه، وخصوصا الطاقه المتجدده. احنا عندنا من الطاقه المتجدده مخطط عشان نصل الى حوالي تقريبا 42% لغايه 2035، وان شاء الله نصل ل 2030 كمان. طيب خلينا نعرف برضو من حضرتك ونوضح للسادة المشاهدين، ممكن حد يقول هو ايه اهمية الربط الكهربائي ان كان ما بين دول عربية شقيقة او حتى مع دول اوروبا، وعلى جانب اخر اختيار هذه الدول الاوروبية لمصر تحديدا؟ اكيد في حوافز او اكيد في قيمة مضافة بتقدمها مصر. مظبوط، اول حاجة احنا مش هنربط، او اي دولة مش هتربط مع دولة تكون شبكتها ضعيفة. اكيد، وبالتالي على الجزء الفني لابد ان تكون في قوه للشبكه الموجوده. احنا الحمد لله شبكتنا دلوقتي بقت من اقوى الشبكات الموجوده في المنطقه. كمان في نفس الوقت ان يكون عندنا استقرار في الانتاج من الطاقه بصفه عامه، وخاصه الطاقه المتجدده. لما بنقول احنا عندنا من انتاج الطاقه المتجدده تقريبا وصل دلوقتي اكثر من 6000 ميجا وات، ومخطط ان شاء الله في الفتره القادمه ان احنا نزيد، يمكن في نهايه العام القادم ممكن نصل الى 10000 ميجا وات، بالاضافه للاستثمارات والتوقيعات اللي تمت مع كبرى الشركات. يمكن كان قريب كان تم توقيع او في اثناء الكوب 27 تم التوقيع على المذكرات التفاهم لحوالي انتاج 28000 ميجا وات من الرياح. وعايز اقول لحضرتك كمان في نفس الوقت عندنا في مصر، والحمد لله ديت نعمه ادهالنا في مصر، عندنا قدرات تقدر تنتج من الرياح تصل الى حوالي 350 جيجا وات، يعني 350000 ميجا وات. الشمس بقى اكتر من كده، ممكن نصل الى حوالي 650000 ميجا وات. هي من الناحيه النظريه، ولكنها بتؤكد غنى مصر من المصادر المتجدده. بالاضافه الى العلاقات الطيبه ما بيننا وبين الدول، ده هيعود بالنفع على كل الاطراف. صحيح، سواء على الاقتصاديات
على العائد على توفير الطاقه، وكمان تقليل الاستثمارات اللي ممكن تضخ في انشاء المحطات. صحيح، بالفعل طاقه يعني الرياح والطاقه المتجدده بشكل عام بتمثل نسبه كبيره، والحكومه المصريه بتخطط ان هي توصل لحوالي 20% من اجمالي شبكات الربط الكهربائيه داخل مصر ان يكون يجمعنا من الطاقه المتجدده او الطاقه النظيفه. طبعا ده رقم كبير، ويوصل ل 2032 لحوالي 40%، وده رقم طبعا حلم كبير. احنا لسه برضو ما اتكلمناش عن الطاقه النوويه لما مفاعل الضبعه يوصل معانا. فاحنا عندنا تنويع لشبكات الربط، احنا ما اعتمدناش بس على قصه السولر او الوقود الاحفوري، لا احنا نوعنا ده. واعتقد ان اللي حصل في مصر معجزه بكل المقاييس، هو درس لكل يعني دارسي علوم الاداره، ان انت ازاي يبقى عندك عجز بيوصل ل 12 و18 ساعه والنهارده بتصدر خلال 10 سنوات. اعتقد انه درس مهم جدا جدا. بكل تاكيد مش بس الاداره، لكن فكره حتى الاصرار وايجاد المصادر عشان تقدر انت تتغلب على مشكله حيويه او مشكله كبيره، زي ما كان سياده الرئيس دايما بيقول مشكله او قضيه امن قومي. فيعني اعتقد بالفعل ان احنا امام خطوه كبيره جدا، وملف تحديدا حيوي حصل فيه طفره. نشكر حضرتك السيد ايمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده، والحقيقه بالاضافه لحديث السيد ايمن حمزه بجانب المنفعه الاجتماعيه طبعا انه يكون الكهرباء متوفره لكل المواطنين في مصر، وبجانب المنفعه ايضا الاقتصاديه، لكن حتى على الجانب خلينا نقول السياسي مهم جدا ان يكون لمصر ميزه تنافسيه، او يكون عندها عامل تقدر على اساسه ان هي تتعامل مع كل ما يدور حولها اقليميا وعالميا. ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا، ويمكن تابعنا بالفعل اهميتها خلال الفتره اللي فاتت يا مصطفى.